أعلنت شرطة كوبنهاجن أنها تعتقد أنها قتلت صباح اليوم منفذ الهجومين اللذين شهدتهما العاصمة الدنماركية على مركز ثقافي كانت تعقد فيه ندوة حول التيارات الإسلامية وحرية التعبير وعلى كنيس يهودي، ما أسفر عن سقوط قتيلين وخمسة جرحى. وقد جرى تبادل إطلاق النار بين الشرطة والرجل في حي نوريبرو الشعبي، حيث كانت السلطات وضعت أحد المباني تحت المراقبة. أنا قلقة على أمني وسلامة جميع الدنماركيين، أريد أن أحث الجميع على التصرف بهدوء واتباع أوامر السلطات. ستظهر الأيام المقبلة أننا موحدين. هناك بعض الأيام الصعبة التي سنمر بها، ولكن كما قلت فإن أولويتنا الآن هي إلقاء القبض على الجنات في أسرع وقت ممكن، ولن ندخر جهدا للنجاح في هذه المهمة. وفي الهجوم الأول الذي وقع بعد ظهر السبت، أطلق رجل عشرات العيارات النارية باتجاه مبنى كان يستضيف جلسة نقاش حول التيارات الإسلامية وحرية التعبير، ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة ثلاثة شرطيين بجروح. وبعد منتصف الليل أطلقت عيارات بالقرب من كنيس في كوبنهاجن، حيث قتل شخص جراء إصابة في الرأس، كما جرح شرطي في ساقه وآخر في ذراعه. ولاحقا أعلنت منظمة يهودية في الدنمارك أن الرجل الذي قتل بالقرب من الكنيس يهودي.